عزيزي الدايتر بتحس بإيه أول ما تسمع كلمة دايت؟ السؤال مفاجئ؟ السؤال محتاج تأمل؟ السؤال محتاج إن احنا نتكلم فيه في صباح الدايت. عزيزي الدايتر وحشتني جدا 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 وأهلا بيك وفيديو صباحي جديد وصباح الدايت، وعايزة أتكلم عن كلمة دايت، كلمة دايت اللي احنا بنتناولها في كتابنا كيف بدأ الدايت. عارفين ليه مسمينه كده؟ لان في فوق الالف دايت موجود في سوق الدايت، الف دايت وكل يوم في دايت جديد. هل الحل في نوع الدايت؟ هل الحل ان احنا نقطع نشويات او نعلي البروتينات والدهون او ان احنا نقلل قوي السعرات؟ ده مش الحل، ده في شغلنا العلمي اسمه دايتري ثيرابي، يعني تلت المطلوب عشان حضرتك تخس وتحافظ على صحتك. في تلتين انت متناسيهم تماما، في تلتين مهمين جدا. التلت التاني هو الفيزيكال اكتيفيتي او الحركه بتاعتك، سواء كانت حركه يوميه او حركه رياضيه متعمده. والتلت التالت هو البيهيفيرال موديفيكيشن او تعديل السلوك، وده اللي انا بعمله في كل فيديوهاتي، ده اللي بعمله على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، ده اللي انا بعمله وقلته وشرحته في كل كتبي، واخرهم كتاب اتعلم دايت او كيف بدأ الدايت من الالف للياء. فكرة الكتاب ان احنا بنعلمك نظام الحصص. يعني ايه نظام الحصص؟ يعني تقنين كميات الطعام. تقنين كميات الطعام عزيزي الدايتر الكوانتيتي، الكمية مش النوعية. لو انت هتتكلم على النوعية يبقى خليك مع الالف دايت، حوس واحتاس معاهم وتلخبط. لكن لو هتتكلم عن الكمية، كل ما حضرتك قننت الكميات او حددتها بنظام الحصص او تبادلات الاطعمة، كل ما حضرتك هتضمن ان شاء الله بإذن الله انك مش هتزيد في الوزن وهتخس كمان. امال النوع بقى، كل الواحد فينا في نوع دايت بيليق عليه ونوع دايت ما بيليقش عليه. في حاجة ممكن تبقى بتجيب نتيجة كويسة جدا زي الكيتو مثلا مع ناس، وتيجي انت تعملها ما تنزلكش جرام. يبقى ما فيش قاعدة، ما تمشيش ورا حد بيقولك انه الكيتو او اي دايت هو افضل دايت في الدنيا. ركز الاول في الكمية وبعدين شوف الدايت اللي لايقلك. وخلي بالك افضل حاجة انك تمشي على المتوازن، واذا بتخس على المتوازن اوعى تلجأ لاي نوع دايت تاني. نيجي لتاني حاجة، النشاط البدني. لازم حضرتك تبقى نشيط، ما ينفعش كل حاجة تتعمل وانت راكب عربيتك او انت راكب الاسانسير او انت قاعد مكانك. لازم تتحرك كل ما يبقى فيه فرصة للحركة. keep moving، اتحرك يا فندم. طب الرياضة؟ سهلها على نفسك، اعمل مشي منتظم 5 مرات في الاسبوع، ويفضل انه يبقى جوه البيت ووك ات هوم عشان ما ترتبطش ولا بجيم ولا بنادي. اول ما تحصل ظروف ما تلاقيش نفسك عارف تمشي ولا عارف تمارس الرياضه. طب تالت حاجة اللي هي البيهيفيرال موديفيكيشن او تعديل السلوك، ودي حاجة مهمة جدا، لازم اللي انت بتعمله اثناء فترة الدايت يبقى عادة. لازم تتعود على طريقة عيشة تخليك بعد ما تخس ما ترجعش في الوزن تاني. ده اهم تلت، دي اهم فقرة. تابعني، تابع فيديوهات صباح الدايت، تابعني على كل البلاتفورمز عشان تعرف ازاي تعدل سلوكك وانت بتعمل دايت. سهلها على نفسك، اتحرك، نقي الدايت اللي يليق على حضرتك مع تقنين الكميات، هتخس من غير ما تحس. ركزوا معايا عشان تكسبوا. صباحكم زي الفل.